الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها المشاهدون الأكارم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قصة حديث، وأسأل الله عز وجل بمنه وجوده وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. تكلمنا في الحلقة الماضية عن قصة الإسراء والمعراج، ونكمل ما كنا قد بدأنا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مع المسيح عليه السلام يحيى، الذي يقول الله تبارك وتعالى في حقه في كتابه عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذا يحيى ابن زكريا الذي دعا الله زكريا ربه تبارك وتعالى أن يهبه له، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. في السماء الثالثة رأى يوسف عليه السلام، رأى الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما وصفه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقصة يوسف قصة مشهورة، ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة كاملة من كتابه، وهي من أعظم السور التي يمكن أن يقرأها الإنسان. أي إنسان محزون تكالبت عليه الهموم، لو قرأ سورة يوسف لذهب ما يجد في قلبه من الحزن والأسى. وقصته كما ذكرت لكم قصة مشهورة معروفة، يمكن أن تراجع في مواضعها من كتب التفسير. في السماء الرابعة رأى إدريس عليه السلام، وفي السماء الخامسة رأى هارون عليه السلام، وفي السماء السادسة رأى موسى عليه السلام، وفي السماء السابعة رأى إبراهيم عليه السلام، رأى أبا الأنبياء. ثم بعد ذلك عرج به صلوات ربي وسلامه عليه إلى سدرة المنتهى، ففرضت بعد ذلك الصلاة. الركن الوحيد من أركان هذا الدين الذي فرضه الله تبارك وتعالى في السماء، وكان أول ما فرضه المولى عز وجل، فرضه 50 صلاة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قابل نبي الله موسى فسأله: ماذا أمرك ربك؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك. ذكر له أنه جرب بني إسرائيل، قال: وإن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع فاسأل ربك التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف فخفف عنها فصارت 40. رجع مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال له موسى عين ما قاله في المرة الأولى، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فخفف الله تبارك وتعالى 10 أخرى. وهكذا ظل نبينا صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه عز وجل وموسى عليه السلام إلى أن وصلت إلى 50. لما وصلت إلى 50 أيضا رجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له موسى: ارجع فاسأل ربك التخفيف، فقال: إني استحييت من ربي. فأمضاها المولى تبارك وتعالى 5 صلوات، وهي 50 في الأجر، وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى ومنته على أمة محمد صلوات ربه وسلامه عليه. فاصل ونعود إليكم من جديد.
حياكم الله أيها المشاهدون الأكارم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. لما رجع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى مكة وقص عليهم ما حصل معه، استنكر ذلك كفار قريش في ذلك الوقت وسخروا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذهبوا لصاحبه، ذهبوا للصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبسبب هذه الحادثة سمي صديقا. فقالوا له وظنوا أن ردة فعله ستكون مختلفة عما حصل، قالوا له ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ قال ماذا يقول؟ فقصوا عليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إن كان قال فقد صدق، يعني لو فعلا ثبت أنه قال هذا الكلام فهو صادق فيما يقول. من ذلك سمي رضي الله عنه وأرضاه صديقا لكونه صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين كذبه هؤلاء. لماذا؟ لأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعتقد أنه عليه الصلاة والسلام نبي من عند الله تبارك وتعالى، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأن ما يقوله عليه الصلاة والسلام حق وصدق لا مرية فيه. لا يمكن أن يكذب نبي من عند الله تبارك وتعالى، وهو نبي يؤيده الله تبارك وتعالى بما شاء من المعجزات والدلائل والبراهين. هذه السنن التي يعتقدها الناس الآن ويريدون أن يقيسوا بها حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سنن وضعها الله تبارك وتعالى، فإذا أراد الله عز وجل أن يخرق هذه السنن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما المعجزة إلا أمر خارق للعادة، إلا إذا كانت المعجزة أمرا يستطيعه أي إنسان لاختلط الحابل بالنابل، اختلط مدعي النبوة بالنبي الحقيقي. لذلك المعجزة كما يعرفها أهل العلم أمر خارق للعادة، وطبيعي أن يكون هذا الأمر خارقا للعادة، طبيعي أن يكون هذا الأمر غير متصور عندكم. وإلا لو كان هذا الأمر متصورا وممكنا ويمكن أن نفعله نحن، إذن كيف سيثبت أنه نبي؟ كيف سنستطيع أن نميز بين النبي ومن يدعي النبوة؟ فصدقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك سمي صديقا، وعلل ذلك بكونه كان يصدقه بخبر السماء، ينزل الوحي عليه وأنا عنده ويأتيه بخبر السماء، أفلا أصدقه بمثل هذه الأمور؟ هذا من باب أولى. هذه قاعدة أيها المباركون قعدها لنا الصديق، أن ما أتانا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلزمنا تصديقه. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فينبغي علينا أن نلتزم بما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من لوازم شهادة أن محمد رسول الله. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا الجنة ويباعدنا عن النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.